الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. من أراد أن يتعلم العلوم ويتعلم بسرعة بإذن الله. سورة القدر مهمة لتعلم العلوم. عندها أعداد كبيرة، ولكن أنت لن تستطيع أن تواظب على الأعداد، مثلا 100 أو 300 أو 13 أو كي تفعل معك بصعوبة، ولكن أنصحك بعدد أصغر مداومة عليه، سترى النتيجة إن شاء الله. العادة هو أن تقرأ سورة القدر 7 مرات على كأس من الماء في الصباح، نصف كأس من الماء وتشربه. تقرأ جهرا، تقرأ سورة القدر جهرا حتى تسمع أذنك. تقرأها ببطء 7 مرات وتشرب ذلك الماء يوميا، بنية تعلم العلوم والتركيز والحفظ السريع. تقرأ سورة القدر 7 مرات في الصباح وتشرب ماءها، ترى العجب إن شاء الله. أما إذا أردت أن تفعلها لأبنائك، ممكن تقرأين سورة القدر على كأس من الماء وتعطي الأبناء يشربونه يوميا، ترى النتائج بسرعة إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنى الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.